خلينا نعترف ان في موضوعات بتشد الناس جدا، ومنها طبعا الموضوعات المتعلقه بالراجل والست. دايما النوع ده لما بيتعرض في اي برنامج بالبلدي كده او باللغه العاميه بيقولوا عليه بيبيع نفسه، ولكن مع الاسف النوعيه دي من الموضوعات بقت بعض البرامج بيستخدموها بس علشان يتصدروا الترند ويحققوا شهره واسعه جدا، حتى لو كانوا هم شخصيا مش مقتنعين بالكلام اللي بيقولوه. ونتيجة ده إن الموضوع بيوسع وبيتحول لخناقة ومشاكل على السوشيال ميديا، بالظبط زي اللي حاصل بقاله كام أسبوع ما بين أنصار الرجالة وأنصار الستات، وكل طرف منهم بقى شغال على إنه ينصف الطرف اللي هو في صفه ويجي على الطرف التاني. وبقينا نسمع كلام غريب جدا علينا، كلام من نوعية الست إزاي تعامل جوزها والراجل إزاي يعامل مراته، وكأننا مثلا إحنا لسه مكتشفين فكرة الجواز دي حديثا، أو كأننا مش عارفين الصح من الغلط. وفي النهاية كل اللي استفدناه من الخناقة دي إن السوشيال ميديا بقت شبه ساحة الحرب بين الرجالة والستات، والحقيقة إن ده كله حصل بدون أي سبب ومفيش مشكلة أصلاً عشان تحصل الهيصة دي كلها. عشان كده هيكون معانا دلوقتي على الزوم نانسي ماهر، استشاري العلاقات الأسرية. دكتور نانسي إزاي حضرتك؟ هاي حبيبتي، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كله كويس. دكتور، طبعا انت عارفة الخناقة اللي حاصلة حاليا بسبب السوشيال ميديا او البرامج اللي بتطلع على التلفزيون اللي بتأدي لمشاكل بين الرجل والمرأة، تأثيره ايه على الأسرة المصرية بشكل عام؟ اولا اهلا بيكم، ميرسي على الاستضافة. احنا مبسوطين بيكي والله. اهلا بيكي، اتشرفتي بيكي. بصي حبيبي، هو فكره الخناقه او فكره ان انا يكون في حد بيدي تعليمات او بيدي ارشادات او بيدي جايدنس للزوج او الزوجه، لازم يكون اللي بيدي ده مؤهل علميا ونفسيا واجتماعيا وكل حاجه ان هو يدي جايد لاينز عشان الناس تمشي عليه. اللي بيحصل على السوشيال ميديا ان الناس اي حد بيدخل يكتب كومنت او اي حد بيدخل يعلق في جروب بيبقى كل الكلام ماشي في سكه ان احنا ده بيدافع وده بيدافع، فبقى في نزاع. فزي ما كان في ترند من فتره بتاع الزوجه ملزمه بايه ومش ملزمه بايه، ففي حاجات عماله بتتحط فوق بعضها بتخلي في زي شحن الزوج والزوجه مع بعض في جوه العلاقه. فبيخلي ده حاجه من الحاجات اللي بتؤثر على طبيعه العلاقه بينهم. يعني مثلا لو الست عايزه ان هي تعمل بيت سوي وتبقى في شراكه بينها وبين الزوج، ممكن بعض الترندات تخليها تحس انها خانعه مش خاضعه، خانعه يعني هي درجه اقل من حيث ان هي في زي سلطه وهي لازم تبقى بتعمل حاجات معينه باسلوب كده مش مدروس عمال بيبث في المجتمع. فده طبعا حاجه من الحاجات اللي محتاجه نعيد تشكيل فيها. او العكس يا دكتور، انها تعمل حاجات معينه هي مرفوضه في الحياه او مرفوضه في العادات والتقاليد، مرفوضه أو في المنطق ومرفوضه في الدين ومرفوضه في العادات والتقاليد ومرفوضه في كل حاجه قائمه على العقل والاتزان. فاهمه قصدي؟ يعني احنا لما بنرجع في العلاقات بالذات بنرجع لايه؟ بنرجع للدين والاديان وبنرجع للمنطق وبنرجع للعلم. الثلاث حاجات دول بيعملوا ايه؟ المفروض ان هو كل شغلنا وكل الريسيرش اللي بنعمله وكل الحاجات بتقول يا جماعه ان الزوج والزوجه دول كان هو ايه؟ معين ومعين نظيره، يعني اثنين شريكين بارتنرز في العلاقه، كل واحد بيدي كل حاجه يقدر يديها عشان خاطر يستقبل اللي يقدر التاني يديه. فبيبقى في كونسبت الموده والرحمه. انا لما اخلي في طرف سادي او ليه ساديه او ليه سلطه متحكمه بشكل مرضي، حتى السلطه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها للرجل مثلا في الزواج، اداله القياده واداله القوامه، كانت بشروط، كانت بشروط وكانت بفكر وكانت وطلب من الست على فكره ان هي كمان يا دكتور تطيع جوزها، بس برضو بما يرضي الله. هو بما يرضي الله، هو ربنا لما قال حاجه قالها بشروطها. لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد الحاجه وما بناخدش شروطها وبنروح قايلين الحاجه كده وايه ومكبرين الموضوع بقى ولازم كله يعمل يقول اي حاجه. بس اللي بيحصل ايه؟ ان بيبقى في ترند والترند ده بيطلع على السوشيال ميديا وكل الناس بتسخن وبتقول وبترد وبتعلي عشان خاطر الناس بحثا بقى عن اي حاجه، الله اعلم بنوايا الناس، مش هنتدخل في نوايا حد. بس at the end of the day او في اخر اليوم يعني احنا بنفكر هو الزوج والزوجه دول اللي بيتقفل عليهم باب هم مستقبلين او متعاملين مع الامور ازاي؟ هل هم متعاملين باستفاده؟ يا جماعه لو في استفاده انا على عيني وعلى راسي، يا ريت، اتمنى جدا يعني. طبعا اكيد. عارفه يا دكتور نانسي، كمان
يعني شفت بجد خناقات حصل كتيرة جدا في البيوت بسبب الموضوع ده. يعني طبعاً. الزوج ابتدى يتفرج على حاجات معينة فابتدى يتهم زوجته بان هي ازاي ما بتتعاملش معاه بالاسلوب ده، او شايفه ازاي كل الناس حتى هم بيقولوا اهو على السوشيال ميديا وبيقولوا اهو على التلفزيون انت كان المفروض، انا ما كنتش فاهم ان ده الصح، انا ما كنتش فاهم ان ده الطبيعي، انت واضح ان انت بتعامليني بطريقه مش كويسه مثلا. تفتكري حضرتك جداً. ازاي احنا نعرف ايه هو الصح اللي ممكن نتفرج عليه وايه هو الغلط، او ازاي نميز؟ ممكن تقولي لي ممكن نعمل ايه؟ بصي، هو اللي انا شايفاه او يعني من اللي احنا بنشوفه في البيوت دلوقتي، والفكر زي ما بقول لك اللي بدا للناس تردده حتى احيانا من غير فهم، انه اول قاعده مش اي كلمه تسمعها تاثر فيك. تاني حاجه، المرجع بتاعك يكون مرجع ديني ومرجع اخلاقي ومنطقي وعلمي. انت عرفت الثلاث حاجات دول ولقيت ان اللي بيتقال ده بيعمل زي تشيك ليست كده مناسب للثلاث حاجات، تمام، يبقى انت كده تمام. لكن هتاخد كلمه من شخص وتاخدها تغذي بيها رغبه جواك انه انا كان نفسي ده اللي يحصل، او احيانا انا ما كانش نفسي، احنا ما كنتش اعرف ان ده ممكن يحصل زي ما حضرتك بتقولي، بس انا دلوقتي عاوز ده، يبقى احنا كده بنعمل حاجه هشه مش مبنيه على اي حاجه تبني بيت سوي او بيت سهل. تمام. بالنسبه للزوجه نفس الكلام، يعني في اي ترند يقوي الزوج او يحسسها ان هي المفروض تنسى دينها وتنسى اساسيات تربيتها وتنسى الاصول وتنسى 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 في سبيل انها تفولو او تمشي ورا القطيع او تتبع الترند، لا احنا هنا في مشكله كبيره قوي. طبعا. ايه المشكله الكبيره؟ ان احنا في حته انه انا ما بقاش عندي منطق، وبالتالي المشاكل في البيوت هتتفاقم، هي مش هتزيد، هي هتتفاقم. واحنا اوريدي بنعاني من في شغلنا، بنشوف مشاكل كتير جدا وبتطلع من حاجات جديده، يعني كل عصر ليه مشاكل اسبابها جديده عن العصر اللي قبله. طبعا. فبيجي فهتلاقي ان في حاجات غريبه بدات تطلع. البنات الصغيرين اللي هو في مرحله المراهقه او لسه بيتكونوا، انا عايزه اوصل لهم ايه؟ انا عايزه اخليها تتجوز. كنت عايزه اسال حضرتك برضو يا دكتوره نانسي حالا على الموضوع ده، تاثير النوعيه دي من الترندز على التين ايجرز او المراهقين بتكون ايه بالظبط؟ انا حبيبتي لو انا مثلا عايزه اربي بنوته يعني في سن المراهقه ان هي تكون بني ادمه سويه، يقولوا ان في سن المراهقه، حتى انا في كتابي بتاع المراهقه شرحت ان في حاجه مهمه للمراهقه اسمها الرول موديل او القدوه. في سن المراهقه الشباب والشابات بيبقوا بيدوروا على القدوه. الشاب المفروض يبقى القدوة بتاعته حد يعرف يعني ايه رجولة، ولو هو مش مثلا مفتقد عنصر الاب لسبب او لاخر، في لازم يكون في بديل، فبنسميه الميل فيجر. البنت نفس الكلام، لازم يكون في ايقونة للرجولة وللانوثة. خلي بالك احنا داخلين في حتة ان البنت لو طولبت انها تكون انثى، معناه بقى الترند اللي شغاله دلوقتي ان انت عشان تكون انثى تكوني خانعه، تكوني مش عارفه بتعملي ايه، تكون الصوت ايه، تكون مش لا، الحاجات دي مش هي اللي بتدل على انوثتك. انت ممكن تكوني بتعملي كل ده بس شخصيتك طاغيه على فكره الانوثه وبتعمل مشكله. فالموضوع ماشي في سكه ايه؟ ماشي في سكه ان احنا عايزين نكون شباب يعملوا لي بيوت نترحم فيها من اللي احنا شايفينه دلوقتي، يبقى ابني صح، اسس صح. اسس يعني ايه علاقه؟ يعني في مثلا في علم العلاقات في حاجه بتقولك ايه، في بيت كده اسمه بيت العلاقات، اسمه ذا ساوند ريليشن شيب هاوس. من ضمن الرفوف بتاعه البيت او الادوار حاجه اسمها شيرد اكتيفيتيز، ان يكون في نشاطات مشتركه بيعملوها مع بعض، حاجه بيعملوها سوا مع بعض. ومش بس نشاطات اللي هو الخروج والفسح، لا، المسؤوليه بتاعه البيت. لما بيجوا لي اتنين كابل مثلا مخطوبين، بنقعد نتكلم معاهم في المشاكل المحتمله، ومن ضمن المشاكل المحتملة المواعين والبيت والمطبخ والحاجات دي، فالحاجات دي بنقعد نذاكرها والحاجات دي ان احنا نقلل. يا جماعة اللي بيحصل، احنا داخلين في عصر معظم البيوت محتاجة المرأة بتشتغل والرجل بيشتغل، الاثنين بيعملوا عشان نوازن الغلاء ونوازن احتياجات الولاد والحاجات دي. فلما اجي احط عبء الزيادة على المرأة او احط عبء الزيادة على الرجل، على فكرة هو عبء، لان انت بتحط قناعة في دماغه ان انت محتاج كذا. وانا في دي حاجه كاتباها حتى في كتابي الاخير اسمها خلق الاحتياج. انت بتخلق احتياج ما كانش موجود جوه دماغه بره نطاق المنطق والدين والعلم، فبيبدا يحس ايه ده، ده انا المفروض بقى حد ما اعرفش يعمل لي ايه، وحد مش عارفه يخلي باله من ايه، وواحده مش عارفه، وده بفلوسي. مناطق صعبه هتؤثر بشكل سلبي جدا على حتى الولاد في البيت. ده احنا من ضمن الحاجات اللي بنناقشها وانا كتبتها في كل كتبي وبقولها في كل محاضرات وكل الكورسات، اللي هو المقارنه بتؤذي جدا. فانا النهارده لما اجيب حد واسلط عليه الضوء واقول ان ده شخص الناس قارنوا نفسكم بيه، انا كده بعمل مشكله كبيره. طبعا.
لان هقارن نفسي بايه؟ مفيش وجه مقارنه. انا اذا كان احنا لما بنتكلم في الكابلز او في المتزوجين يعني او المخطوبين، مفيش مثلا في سين متجوزه صاد وعين متجوزه لام، ولا ده ينفع اطبق عليه القاعده بتاع ده ولا ده ينفع اطبق عليه القاعده بتاع ده. طبعا كل زيجه هي حاله فرديه ملهاش دعوه بالتانيه. ففكره ان انا اقعد اقول المفروض، مفيش حاجه اسمها المفروض، طالما حاجه بره نطاق تاني العلم والدين والمنطق يبقى انا كده بعمل حاجه مش مؤثره بشكل ايجابي في المجتمع. طب وبعدين احنا مجتمعنا يعني اسال حضرتك حاجه، انت حاجات كتير يعني محتاجين نخلي بالنا منه شويه يا رب. عشان نلحق بس البيوت نفسنا يعني. والله. طيب دكتور نانسي، انا كنت عايز اسال حضرتك على سؤال اخير دلوقتي. هل انا عارفه ان السوشيال ميديا بقت تعتبر العالم البديل للعالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه، ويمكن ناس كتير جدا عايشه على السوشيال ميديا اكتر ما هم عايشين في الحياه، بغض النظر ان ده مش الطبيعي وان ده مش الصح، لكن هو ده اللي حاصل. تفتكري ان احنا نناقش المشاكل الاسريه بين الرجل والست على السوشيال ميديا ده وضع طبيعي دلوقتي ولا لا؟ حسب نوع المناقشه. يعني انا بقالي حوالي 10 سنين على السوشيال ميديا، من اول يوم عملت الصفحه وبدات اتكلم فيها على كل ما يخص العلاقات بكل اشكال. بس كل ما باجي اكتب حتى بوست بحترم القراء زي ما بنقول. مفيش حاجه اسمها ان انا بكتب حاجه بهوى شخصي او بفكر لمجرد بس ان احنا عايزين نعمل ترند او عايزين نعمل خناقه او عايزين نعمل حاجه. لو وده يعني دعوه بشكركم جدا ان انتوا فاتحين المجال ده، لو انت كقارئ شايف ان اللي قدامك ده ما احترمكش وما ادالكش قيمتك انه يذاكر كويس ويأسس البوست او الفيديو او الحاجة اللي بيكتبها دي صح، يبقى لو سمحت خلي بالك وراجع اعمل انت الفلتر بتاعك مرة واثنين وثلاثة قبل ما تسمح الحاجة دي تأثر على نفسيتك. فاهمين؟ لو انا جيت قلت ان انا الخناقات على السوشيال ميديا، لا، السوشيال ميديا ليس مجالا لان انا اقعد اقول اسرار بيتي ومشاكلي. لانه انا لما باجي اقول مشكله انا بقولها اولا من وجهه نظري انا فقط، ثانيا ما بيبقاش الكلام كله حقيقي، ثالثا ببقى عايز اجمل صورتي بشكل او باخر قدام الناس، رابعا ببقى بشكل انفعالي او عاطفي، فمش شرط يكون العقل والمنطق موجودين. فكل الحاجات دي تخلي ايه؟ تخلي لو حد تاني سواء بنت في بدايه، وانا ياما شفت بنات فعلا حياتها وبيوتها باظت بسبب جروبات السوشيال ميديا، اللي هي بتخش تلاقي ايه ده، انا جوزي بيعمل زي ما البنت دي بتتكلم عن جوزها، في حين بالصدفه البحته والمفارقات الطريفه انه احيانا بيكون واحده من اللي حاطه المشاكل مثلا بتجيلي. لما بتحكي لي المشكله بلاقي ان المشكله هي ربع، بتحكي ربع الحقيقه. طبعا هي مش عايزه تكذب، بس هي جوه المشكله، فمش شايفه الاذر البيجر بيكتشر، الصوره الكامله، مش شايفه، ومش شايفه الصوره الكبيره. اه بالظبط، الطرف اللي معايا بيعمل ايه، القصه اللي حاصل بينا ده عامل حاصل ايه. فكل الكلام ده بيؤدي في النهايه انه انا ببقى عايزه نفسي اقول للناس يا جماعه خلي بالكم، انت تراجع مره واثنين وثلاثه قبل ما انتوا مثلا يعني بتعملوا حلقه في البرنامج، في اعداد وفي افكار وفي ترتيبات وفي حاجات كتير قوي بتتعمل عشان خاطر ما يعني انتوا بتحترموا المشاهد. فبحترم المشاهد يبقى انا بدور على الحاجه اللي انا بوصلها له، انا ليا رساله. لكن اللي قاعد عايز بس الشهره او عايز بس فلوس او عايز بس مشاهدات او دي مش رساله، مش الرساله اللي نلعب فيها في العلاقات. اتكلم في اي حاجه، اتكلموا في طبيخ، اتكلموا في التمارين الرياضيه، في السكين كير، في العنايه بالبشره، اي حاجه غير العلاقات، لان صدقيني الناس ما بقتش مستحمله بجد. ميرسي جدا يا دكتور نانسي ماهر، استشاريه العلاقات الاسريه، بشكر حضرتك جدا على الزوم ده. بكده نكون خلصنا فقره سكوب.